كنافة أسهل نوع كنافة ممكن تعمليها. هجيب عندي الكبة. بص يا باشا والله بص الرجالة تعملها في البيت ديت، يعني الستات بقى خلاص بقى تطبخ، وهي الرجالة بتحب إيه يعني تعك في الحلو. فإيه عندك حاجة زي كده خش يا باشا فيها كده بقلب جامد وهتتفرج عليها وهتبسطك والله. دي الرجالة تقوم تعملها. ستات معاهم الأكل، أنت معاك الحلو. جيب شوية كنافة حطهم في الكبة. ماشي، ولعبة سهلة جدا. تقوم مشغل دي. ماشي يا خال اهو. نعمل ايه بقى؟ نقوم واخدين عندنا الكنافة ديت نقوم حاطينا هنا. بعد كده بنقوم واخدين عندنا شوية سمنة عليها اهو. تفرك يا باشا السمنه كده اهوت مع الكنافه بالشكل ده. في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. كلام جميل قوي. تكسر عندك تعمله كسر معلقتين كسر كبار مع ربع لتر من اللبن، تقوم حاططهم على النار وتضربهم جامد جدا ومن غير سكر. تمام، نقوم واخدينهم ونقوم حاطينهم عندنا في كيس حلواني. لو مفيش كيس حلواني عندك اشتغل في كيس تلاجة. وهنا طبعا زي ما اتفقنا بخاطب مين؟ بخاطب الرجالة، هي اللي تعمل الحلو ده النهاردة. طيب بنعمل ايه بقى؟ بقوم واخد عندي بوله زي ديت، اي بوله نص دايره عندك، بوله ازاز، بوله ازاز، بوله بلاستيك، تقوم جايب كيس بلاستيك كده حاطه هنا كده. ماشي، تاخد الكنافه يا باشا وتقوم حاططها هنا كده. كلام جميل يا عيني على الجمال. وبعد كده تقوم حاطين عندنا شويه الكاستر هنا، تقوم حاطط كنافة عليها تاني من فوق هنا. وبعد كده تقوم مغطي بالكيس ونضغط بس بالراحة عشان الكاسترد ما يبوظش من الجنب. بالراحة اهو. ماشي كده. بص يا باشا بقى، بص 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 وبعمل ايه؟ وبعمل ده كده شايلها كده يا عيني. بص الجمال. تقوم واخدها كده تقوم حاطها فين؟ هنا كده اهو يا باشا، هنا جنب بعض زي ما حضراتكم شايفين. بص سهله تاني، يلا نعمل تاني كده التانية، بس هنضغط عليها شويه صغيرين اهو كده كده. تاخد عندنا شويه كريمه وبعد كده نقوم واخدين عندنا كنافه. ماشي، مش شرط نقفلها بالكيس، بايديا كده نضغط عشان كده اديتها سمنه، لازم اديها سمنه وسمنه تكون حلوه عشان تتسمغ معايا كويس. لا في ناس بتديها سمنه وهي في الكبه، لو عايزه تعملي كده براحتك خالص اهو. نقوم واخدينها كده وحاطينها جنب بعض. طيب انا ما عنديش البوله ديت، اقول لك على حاجه، الفنجال ده احلى بكتير جدا اهو. فنجال اهو قدام حضراتكم اهوت، هتجيبه كده حط هنا الكريمه في النص. واضغط على قد ما بقدر. الكنافه تكون طازه، مش طالعه من الفريزر، الكنافه تكون طازه عندك. ايه رايك؟ على فكره الفنجان احلى من البوله بالمناسبه. ده احلى بكتير جدا يعني. سمنه يا باشا، حلو الكلام اهو. فوق كده شويه سمنه وندخل عندنا الفرن لحد ما تبدا اللي هو ايه يستوى معايا.
وبعد ما تستوي معايا بنبدا نطلعها ونديها الشربات التقيل البارد. بص الحلاوه يا عم جبل عامله ازاي اهو، شغل عالي قوي. حته بقى كنافه دايبه دوب. ماشي، فالرجاله النهارده هي اللي تعمل ايه؟ هي اللي تقوم تعمل العمل العظيم ده. وعملت لك حاجه، عملت لك حاجه سهله يعني، تاخد الحاجه ما تاخدش في ايدك وقت، وتشكيله سهله، فاهم ازاي؟ والاسم ايه؟ عملنا الحلويات النهارده.